لفيت مصر بدور على حاجات مش موجودة إلا فيها وبس، لحد ما لقيت بم بم الشاب ده. مراتي جت وقالت لي قوم فسحني بسرعة، قلت في نفسي والله فرصة اخلص منها وارجع انام. راحت مشاورة لسواق تاكسي، سابتني ورا وركبت قدام. السواق بصلها تعكني طول السكة يقول في كلام مش فاهمه، بس انا فاهمه واسمع منه واقول يا سلام. نفسي اقوله مرة في عمري وتسمعه مني الست مدام. دي قفاني والله في عشته ومطلعين سنين ويا. سبنا تاكسي وروحنا الممشى، قلت اتفسح انا وياه. ماشي ورانا شوية صيع وهتقلي ساعة الست بتاع. يا وادي يا تقيل يا تخين يا ملزلز، وانا مطنش وابص في سعد ماشية معايا من الغرز هتفرقع بالتقلس وكلام الصيد. راحت بصة او عنفوشة شفت ابو الممشى وهربوا بسرعة. والله زعلت شوية جبنة ضيعوا مني ماتش بسرعة. يو 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 يو. سبنا الممشى دخلنا المطعم، راحت طلبة بسرعة كوارع غير الفتة وطبق الشوربة، وفضلت تاكل وبتتصارع. خبط ورزع فوق الترابيزة وهتخبط بما صوت الكارع. اتلم علينا زبائن المطعم وكمان ناس كانت في الشارع. قلت يا ناس ده مفيش حاجة، ده طقم سنان محشور في الكارع. سبنا المطعم واحنا السينما وجابت لب البان وستان، وهضطر اعفي البان واتقزقز وترمي القشر في قفا قدام. وقبل الفيلم العربي ما يبدأ سمعت صوتها يهد ودان. راحت نايمة وهات يا شخير وتلموا علينا الناس من دان. كفاية كده طولت عليكم وادي حكاية الست بتاعت. اسف جدا انا مش قصدي ذنبك، ايه تسمع لي حكايتي دايما كده على طول جلبالي في اي مكان راح اكون وياه. ودي اول مرة واخر مرة راح اتفسح تاني معاها. يا عيني عليك يا رجالة تخاف ما تختشيش. خلاص خالص ربنا يخلصنا ونرتاح منك. وانت يا عم بتقول يا عيني عليك يا ابن المين؟ ايه؟ انت واقع على قدامك ولا ايه؟ مالكش دعوة. لفيت مصر بدور على حاجات مش موجودة إلا فيها وبس، لحد ما لقيت بم بم الشاب ده. مرة مراتي جت وقالت لي قوم فسحني بسرعة، قلت في نفسي والله فرصة اخلص منها وارجع انام. راحت مشاورة لسواق تاكسي، سابتني ورا وركبت قدام. السواق بصلها تعكني طول السكة يقول في كلام مش فاهمه، بس انا فاهمه واسمع منه واقول يا سلام. نفسي اقوله مرة في عمري وتسمعه مني الست مدام. دي قفاني والله في عشته ومطلعين سنين ويا. سبنا تاكسي وروحنا الممشى، قلت اتفسح انا وياه. ماشي ورانا شوية صيع وهتقلي ساعة الست بتاع. يا وادي يا تقيل يا تخين يا ملزلز، وانا مطنش وابص في سعد ماشية معايا من الغرز هتفرقع بالتقلس وكلام الصيد. راحت بصة او عنفوشة شفت ابو الممشى وهربوا بسرعة. والله زعلت شوية جبنة ضيعوا مني ماتش بسرعة. يو